السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد بإذن الله. في الفيديو ده هنشوف مع بعض ازاي ان احنا نقدر نفك او نركب مروحة البروسيسور بتاعة شركة انتل، اللي هي المراوح الكابس اللي بتبقى بالشكل اللي فيها الاربع جوانب دي، بسهولة في البيت يعني، من غير بقى ما تروح عند بتاع صيانة وكده. تمام، نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا هنبدأ بفك المروحة عشان نفكها. دلوقتي هي المروحة زي ما انتم شايفين، لو واخدين بالكم من الجوانب الاربعه دولت بيبقى فيه زي سهم كده باين انها بتتفك ازاي. فطبعا انت بتمشي مع السهم ده كده الاول وبتفك، هو طبعا على عكس عقارب الساعه بتمشي مع السهم اللي بيبقى مرسوم. تمام، اهو تفك الاربع جوانب ديت. تمام، بعد ما يتفكوا معاك هتشوف اي جانب من الجوانب دولت، يعني الجنب ده او الجنب ده او الجنب ده او الجنب ده، وتبدأ انك ترفعه كده بالراحة. ترفعه الاول وبعدين تحركه يمين وشمال، بعدين هتلاقيه رفع معاك. بعدين الجنب اللي قصاده كده برضو تعمل يمين وشمال وترفعه، هتلاقيه اتشال معاك، وهكذا في الناحية دي، وهكذا برضو في الناحية دي. ماشي، تمام. بعدين هتشيله كده هتلاقيه انه بيترفع معاك من غير اي مشاكل. طبعا هتلاقيه انه مشبوك بسلك في البوردة. ده طبعا عادي، لان ده الكهرباء بتاعته، لان المروحة بتشتغل من خلال الفيشة دي اللي على البوردة. فانت طبعا ممكن تفكها لو انت عايز تفكها كده، بتعمل بالراحة كده تشدها يمين وشمال، تحرك بيها يمين وشمال لحد ما تلاقيها اترفعت معاك بالشكل ده. وبكده يبقى انت شلت المروحة اهي، وتقدر لو انت عايز تحط معجون حراري او اي حاجة، وده طبعا عملناه في فيديو قبل كده، هتلاقيه في الاي اللي فوق لو انت عايز تشوفه. تمام، دلوقتي انت خلاص عملت المعجون الحراري وكده. هنيجي دلوقتي علشان نركب المروحة. تركيب المروحة سهل جدا. هتجيب المروحة. طبعا انت الاول تشوف الاربع اماكن وتحط فيها المروحة، وطبعا تتأكد انها تبقى قريبة من المكان بتاع الوصلة بتاعة الكهرباء بتاعة المروحة، بحيث ان يعني ايه ما يبقاش مشدود وكده. تمام، دلوقتي انا اتأكدت انه محطوط في الاربع اماكن. بعدين زي ما انتم شايفين برضو الاسهم اللي موجودة في الاربع اماكن دي هنعملها بعكس السهم اللي موجود، يعني مع عقارب الساعة. الاول ترفع الكبس ده كده، ترفعه كده اهو، بعدين تنزله، وبعدين تلفه على عكس عقارب الساعة، وهكذا في الاربع جوانب. بس انت طبعا لو عملت في جانب تعمل من اللي قدامه كده، ترفع البتاع دي كده وبعدين تنزله. تمام، بعدين تلف اهو، بعدين هنا برضو نفس الكلام، وهكذا في كل جانب وقدامه لحد ما تتأكد انها ايه اتثبتت معاك ومش راضية انها تتحرك. تمام، دي اول حاجة عشان تركبها. بعدين هتركب اللي هو السلك بتاع الكهرباء بتاعة المروحة. طبعا ده سهل جدا التركيب، وبالتحديد هتلاقي مكتوب هنا سي بي يو فان. لو لقيت مكتوب سي بي يو فان، هو ده مكان اللي بياخد منه الطاقة المروحة. بعدين لو واخدين بالكم طبعا علشان محدش يتلخبط ويعملها بالشقلوب، في هنا بلاستيكاية فوق الأربع سنون دولت. طبعا انت هتشوف هنا كده الأول عندك في السلك بتاع المروحة، البلاستيكاية لازم تبقى ما بين القطعتين العاليين دولت. فانت طبعا على طول هتعرف مكانهم وتعمل كده، تقول بسم الله وانت بتركب، وتنزلها بالراحة، وهتلاقيها اتركبت معاك عادي جدا من غير أي مشاكل. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض ازاي ان احنا نفك او نركب مروحة البروسيسور بتاعة انتل اللي هي الكابس بسهولة جدا. وبكده يبقى احنا وصلنا لنهاية الفيديو. لو اي حد عنده سؤال ياريت يكتبولي تحت في التعليقات في اقرب وقت. السلام عليكم.